السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في عرض ترويج جديد من قناة إيسوفت التعليمية بعنوان برنامج إيرادات ومصروفات وديون لصالح وكالة للدعاية والإعلام. برنامجنا فيه المميزات الآتية: شاشة لتسجيل بيانات العملاء، وشاشة لتسجيل إيرادات، وشاشة لتسجيل مصروفات، وشاشة لتسديد الديون، استعلامات عن الفواتير والإيرادات، تقارير شاملة وواضحة تخص الإيرادات والمصروفات والديون بفترة أو تقارير يومية، وإحصائيات فورية لمعرفة موقف الوكالة، صلاحيات للمستخدمين، نسخ احتياطي وتصفير للبرنامج. نلقي نظرة على البرنامج من الشاشة الافتتاحية أو السبلاش سكرين، فيها شريط للتحميل ثم شاشة الدخول. ندخل اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم نضغط دخول أو نضغط انتر مرتين، يحولني على الشاشة الرئيسية. بالأعلى أيقونة إغلاق لإغلاق البرنامج، وناحية اليسار بالأعلى أيقونة للوحة التحكم، بحيث أن أنا أنشئ مستخدمين وأعدل على كلمات السر وأسماء المستخدمين وأمنحهم صلاحيات. أول أيقونة عندي بيانات العميل، طبعا هنا عندي اللوجو أو الشعار الخاص بالوكالة وخلفية، وبعد كده عندي أيقونة بيانات العميل، شاشة من خلالها أسجل بيانات العملاء. عندي زر السابق، عندي مثلا عميل اسمه لمياء الأمير، حسن علي، عبد العاطي، وعميل اسمه نقدي، بحيث انه مثلا في عملاء انت مش بتحتاج انك تسجل بياناتهم، فبتسجلهم على العميل النقدي، بحيث انه ده عميل بيجي يطلب طلب او احنا بنقدم له خدمة وبينصرف مباشرة، فاحنا بنسجله تحت بيان نقدي. طبعا عندك ممكن تعمل حذف، يعني على سبيل المثال لمياء الأمير حذف، اضغط يس، تم حذف البيانات، وهنا السابق وهنا جديد للانتقال الى سجل جديد، وايقونة للرجوع الى الشاشة الرئيسية. بعد ذلك عندي ايقونة الديون، ولكن سوف نقوم بتسجيل ايراد ومصروف اولا حتى نستطيع تسجيل الديون. نذهب الى تسجيل ايراد. تسجيل ايراد عبارة عن شاشة للفاتورة، ندخل رقم الفاتورة، طبعا صاحب البرنامج طلب ادخال رقم الفاتورة يدويا، بحيث انه عنده الشغل ورقي ويريد ان يدخله بنفس ارقام الفواتير. فهنا مثلا هدخل رقم فاتورة رقم واحد، واختار من هنا اسم العميل نقدي ولا عبد العاطي ولا حسن علي. طبعا انا ممكن اختار نقدي او عبد العاطي مثلا، يظهر لي اسمه وهاتف العميل وعنوانه اذا كان له عنوان، ومن هنا استطيع ادخال بيان. طبعا من المعروف انه الدعاية والاعلان ما عندهمش حاجة اسمها اصناف، عندهم بيانات. يعني على سبيل المثال طباعة بانر أو طباعة بروشور أو طباعة كروت دعاية أو كروت شخصية أو كروت عيد ميلاد أو كروت أسبوع ميلاد والكلام ده كله. فهنا أنت بتكتب البيان بتاعك اللي أنت عايزه، وبتسجل الإجمالي بتاعه، وبتكتب بيانات أو ملاحظات عن هذا الأمر، وليكن مثلا بانر اللي أنت هتطبعه للعميل ده بانر مثلا. الاجمالي سعر البانر ده او انت تطبع له 3 بانرات او 4 بانرات، المهم انك انت التكلفة بتاعتك وليكن مثلا 1000 ريال سعودي. ملاحظات، هنا هنكتب مثلا عدد 2 بانر مقاس متر في متر، تمام، ونكتب اي ملاحظات نريدها. ثم نذهب الى مثلا الامر الثاني، فنلاحظ ظهور صافي الفاتورة بقيمة 1000 ريال سعودي، وهنا التفقيط 1000 ريال فقط. تريد إضافة بيان آخر وليكن مثلا كروت شخصية مثلا بقيمة 500 ريال سعودي، أو خليها ب550 ريال سعودي، مثلا عدد 1000 كارت شخصي ألوان مثلا. طبعا ممكن أن تقوم بحذف أي بيانات، هنا مثلا على سبيل المثال شيء آخر وليكن مثلا بروشور بقيمة 100 ريال، عدد 100 بروشور نص A4 مثلا. انت عايز تحذف هذا الخيار، طبعا هنا اصبح الناتج 1650 ريالا فقط زي ما حضرتك شايف. عايز تحذف مثلا هذا البيان، نضغط هنا على الحذف ثم نضغط نعم، تم حذف البيان، فأصبح عندك البانر والكروت الشخصية فقط. قيمة الخصم، لو أنت حبيت تديله خصم وليكن مثلا خصم 50 ريال، فأصبح صافي الفاتورة 1500 ريال فقط.
طيب الشخص ده مثلا هيدفع 500 ريال، ويتبقى عليه كام؟ 1000 ريال. نضغط على حفظ وترحيل البيانات حتى يظهر الباقي بهذا الشكل 1000 ريال. طباعة، بعد ذلك نريد أن نطبع الفاتورة للعميل. فأنا مثلا العميل ده مش عايز أعرض اسمه في الفاتورة، أو هو طلب عدم عرض اسمه في الفاتورة مثلا، أو مثلا الفاتورة ده هو بعت الصبي بتاعه، أو بعت السكرتير بتاعه، أو بعت أي حد مش هو نفس مش هو اسم العميل نفسه يعني. فأضغط طباعة بدون بيانات العميل بهذا الشكل، الورقة A4، وممكن طبعا تصميمها على حسب الرغبة. هنا الفاتورة رقم 1، وهنا هاتف لوجو الوكالة وهاتف الوكالة، تحريرا في كذا، الفاتورة اتطبعت بتاريخ امتى والساعة كام، البيان بانر، المبلغ 1000 ريال سعودي، كروت شخصية 550 ريال سعودي. طبعا لو احتاجنا نضيف البيان الملاحظات ممكن اضافتها، ما فيش اي مشكلة. اجمال الفاتورة 1550 ريال، المبلغ الدفع 500، المبلغ المتبقي 1000 ريال. طبعا في 50 اللي هي ايه، الخاصة بالخصم، محاسب اللي هو اسم المستخدم اللي فتح البرنامج. ممكن طباعة مع بيانات العميل، بيظهر لي اسم العميل في المنتصف بهذا الشكل. طباعة بدون بيانات العميل ولكن مع وجود الخصم، نفس الرسالة السابقة ولكن تمت إضافة قيمة الخصم. طباعة مع بيانات العميل مع الخصم، اسم العميل والخصم موجود. طبعا علشان تقوم بطباعة الفاتورة تضغط Ctrl B من لوحة المفاتيح، ثم تختار الطابعة وعدد النسخ وتطبع مباشرة. ولو أردت حفظها على هيئة ملف PDF، من الممكن تثبيت أي برنامج خاص بملفات PDF وتطبع إليه مباشرة. طيب انتهيت من الفاتورة، أذهب إلى فاتورة جديدة. أذهب إلى فاتورة جديدة، طبعا أنا ممكن أختار فاتورة رقم 2، اسم العميل وليكن مثلا حسن علي، هياخد بروشور بقيمة 1000 ريال، مثلا عدد 1000 بروشور نصف A4 فقط لا غير. العميل ده مش هياخد اي مش هياخد يعني مش هيدفع اي مبالغ اطلاقا. لو انا ما ضغطتش حفظ وترحيل البيانات وضغطت على فاتورة جديدة لا يقبل، فيقول لي يرجى حفظ وترحيل البيانات اولا حتى يتم يعني تأثير البرنامج بهذا الشكل. فأضغط حفظ وترحيل البيانات فتظهر لي الباقي 1000 ريال، ثم أضغط إلى فاتورة جديدة فيذهب إلى فاتورة جديدة. كده احنا دخلنا إيرادات معينة. طبعا في ديون بمبلغ 2000 ريال، لأن الفاتورة الأولى كانت ب 1550، في 50 خصم ودفع 500 يتبقى 1000، والفاتورة الثانية لم يدفع شيء فيتبقى عليه 1000. تسجيل مصروف، هنا عندي كود المصروفات مياه كهرباء إيجار. لو أنت عايز تضيف مصروف آخر بتضغط هنا إضافة مصروف، وليكن مثلا صيانة، صيانة مثلا ماكينات ثم جديد، فتظهر لك هنا صيانة ماكينات بشكل مباشر، نختارها فيظهر اسمها، تضغط تضيف تكلفة المصروف وليكن مثلا 500 ريال، والتاريخ هنا يظهر تلقائيا. وهنا ملاحظات، مثلا تمت صيانة الماكينة بتاريخ كذا، أو مثلا كان يوجد عطل كذا وهكذا. تم تسجيل اسم مستخدم البيانات وتاريخ إدخال البيانات ورقم الفاتورة ورقم الإذن والحركة مصروف، ثم جديد لإضافة مصروف آخر. بهذا الشكل احنا سجلنا الإيرادات وسجلنا المصروفات. نريد أن نرى التقارير والاستعلامات قبل تسديد الديون. التقارير، اولا لابد من ادخال الفترات، يعني لو انا اخترت مثلا فواتير عن فترة لا يوجد بيانات، مصروفات عن فترة لا يوجد بيانات. لماذا؟ لانه لابد من ادخال الفترة اولا. بداية الفترة وليكن مثلا تاريخ اليوم 30/8 و30/8، لابد الخروج من هذا المربع والذهاب الى هذا المربع حتى يتم تفعيل نهاية التاريخ. فاضغط فواتير عن فترة، يظهر لي الفواتير بهذا الشكل، اللوجو الخاص بالشركة، تفاصيل عملية البيع، فاتورة رقم 1 تم إدخالها بتاريخ كذا، العميل عبد العاطي دفع 500 ريال ومتبقي عليه 1000 ريال، كان في كروت شخصية ب 550 وبنر بقيمة 1000. دي تفاصيل الفاتورة الخاصة به. طبعا هنا لا يظهر الخصم. هنا حسن علي لم يدفع شيء، المتبقي عليه 1000 ريال، أخذ ب 1000 ريال بروشور، يبقى إجمالي الإيراد 2550. إجمالي الإيراد المتوقع
يعني هنا اجمالي الايراد اللي دخل عندي يعني لم يتم قبضه فعليا، ولكن المتوقع، لانه قيمة 1000، عفوا 1000 بروشور و1000 بانر و550 كروت شخصية، فاجمالي الايراد 2550. لم يخصم الخصم ولم يخصم المدفوع، ده بشكل عام فواتير يومية بشكل عام. وهنا فواتير يومية تعطي نفس النتيجة ولكن خاصة بتاريخ اليوم فقط. بيانات العملاء، هنا يتم تسجيل بيانات العملاء وأرقام تليفوناتهم وهكذا. مصروفات يومية، النهاردة أنا صرفت إيه، رقم الفاتورة، تاريخ الصرف، المصروف اللي أنا صرفته، المبلغ، وإجمالي مبلغ الصرف، وبيان بالمصروف. مصروفات عن فترة برضو بتديني نفس الفكرة ولكن عن فترة محددة. إجمالي المديونين بهذا الشكل، عندي حسن علي الإجمالي كان 1000، والخصم 0، والمدفوع المقدم 0، وإجمالي الدين 1000. طبعا هنا بيظهر لي أحدث عميل عليه ديون، بيظهر لي أحدث العميل بيكون بالصف الأعلى. يبقى حسن علي كانت الفاتورة بتاعته ب1000 ريال سعودي، ما كانش واخد خصومات وما دفعش مقدم، فالدين بتاعه 1000. عبد العاطي دفع الفاتورة بتاعته كانت ب1550، واخد خصم ب50 ودفع مقدم 500، يبقى الدين اللي عليه 1000 ريال. ده اجمالي المديونين. طبعا بحث عن مديون، انت بتكتب اسم العميل عين به مثلا، واوكي بيظهر لك عبد العاطي بنفس الصيغة السابقة. كشف حساب مدينين، بيظهر لك هنا العميل مثلا حسن علي فاتورته ب1000، معلوش خصم، دفع مقدم كذا، المتبقي كذا، تاريخ الإدخال كذا، رقم الفاتورة كذا. هنا الإجماليات، يعني على سبيل المثال إجمالي الفواتير كذا، وإجمالي الخصومات كذا، والمدفوع مقدما كذا، والمتبقي إجمالي عليه كذا. طبعا ما فيش ولا عميل من دول قام بتسديد بيانات، فبالتالي لم تظهر البيانات المسددة. بحث كشف حساب، نفس الشاشة السابقة ولكن بتخصيص البحث بهذا الشكل، إجمالي عدد الفواتير فاتورة واحدة. تعال نشوف لو احنا سددنا فاتورة ايه اللي هيحصل. ديون، طب قبل ما نسدد فاتورة نشوف الاستعلامات. هنا طبعا بداية الفاتورة، بداية الفترة 30، نهاية الفترة 30، ثم احصائيات سريعة، بلاش احصائيات سريعة، تفاصيل ايرادات. بيظهر لك هنا الصنف اللي تم بيعه، يعني مثلا او البيان اللي تم، طبعا لازم يكون كتابة البيان تكون موحدة. هنا مثلا لو انا عملت 100 عملية على البانر، فيظهر لي هنا ال 100 عملية بتاعتهم وإجماليهم كام، يبقى إجمالي مبيعات البيان البانر 1000 ريال، البروشور 1000 ريال، الكروت الشخصية 550 ريال، إجمالي المبيعات المتوقعة 2550 ريال. بحث عن فاتورة عميل، أنا بدخل رقم الفاتورة واحد، طبعا العميل بياخد إيصال، فلو عايز يتحقق من فاتورته لازم يديني الإيصال. فهنا يظهر لي العميل اسمه عبد العاطي، واخد مني كروت شخصية وبانر، دفع مقدم 500 وعليه خصم 50 والباقي عليه 1000، والباقي عليه كام؟ 1000. طبعا هنا الخصم والمدفوع ده بيتكرر على إجمالي الفاتورة، يتكرر على إجمالي الفاتورة. إحصائيات سريعة، هنا بداية الفترة 30، نهاية الفترة 30، ثم أضغط على احسب، طبعا برجاء إدخال بداية نهاية الفترة، لابد كما تكلمنا أن أخرج من هذا المربع وأذهب إلى المربع الآخر. احسب، فيظهر لي البيانات بهذا الشكل. إيراد عن فترة، ده الإيراد الورقي أو الإيراد المتوقع 2550، إيراد اليوم 2550. مصروفات عن فترة 500 اللي احنا عملنا بيها صيانة الماكينة، مصروفات اليوم كانت في النهاردة برضو ب 500. صافي الأرباح 2050، هي عبارة طبعا صافي الأرباح المتوقعة أو الورقية اللي هي 2550 ناقص 500 تديني 2050. صافي أرباح اليوم نفس الفكرة. المقبوض عن فترة، يعني الفلوس اللي دخلت الوكالة بالفعل فلوس حقيقية، دخل 500 ريال سعودي، دول عن فترة ودول عن يوم، طبعا أنا عشان نفس اليوم يعني. الديون عن فترة، الديون اللي في الفترة دي اللي المفروض أنا هقبضها هي 2000 ريال سعودي، ديوني النهاردة كانت 2000 ريال سعودي. طب أنا حصلت كام من الديون؟ صفر، لا يوجد محصل في هذه الفترة ولا يوجد محصل في اليوم. طب الأرباح الحقيقية عن الفترة؟ صفر، مفيش أرباح حقيقية عن الفترة دي. الباقي من الديون إجمالا 2000 ريال سعودي، الباقي من الديون إجمالا 2000 ريال سعودي. لو أنا عايز أطبع بهذا الشكل، طبعا هنا بيطبع مباشرة على الطابعة، لو أنا عملت كنسل بتظهر لي البيانات بهذا الشكل كما هو واضح في الشاشة السابقة.
ثم أقوم بإغلاق هذه الشاشة والعودة. أذهب إلى تسديد الديون. اسم العميل وليكن مثلا بيظهر لي هنا كافة العملاء بتوعي. لو أنا عايز أختار من القائمة أوكي، لو أنا عايز أكتب بإيدي مفيش مشكلة عبد العاطي مثلا، فبيظهر لي هنا عبد العاطي دفع 500 ومتبقي عليه 1000. طيب أنت عايز تسدد كام؟ أنا مثلا هسدد 2000. ما ينفعش، بيقول لك تم سداد الدفعات المستحقة بالكامل أو المبلغ أكبر من المتبقي، من فضلك أدخل قيمة أقل أو تساوي المتبقي أو أدخل القيمة صفر ثم قم بحذف السجل. طبعا أنا هسدد وليكن مثلا 500. تاريخ السداد بينزل أوتوماتيك تلقائي، وهنا البيان مثلا أكتب دفعة أولى من القسط أو من المبلغ اللي عليه كده، عليه كام؟ عليه 500. لو أنا عايز أطبع له الإيصال، طبعا الإيصال بيروح على الطابعة مباشرة، لو ضغطت كنسل بيظهر لي شكل الإيصال بهذا الشكل. ثم جديد لو أنت حابب تضيف بيان آخر جديد، وليكن مثلا حسن ما دفعش ولا شيء وعليه 1000، طب هيسدد 500 أو هيسدد 1000 كاملة مثلا. بمجرد ما تم الرصيد أصبح صفر اللي تم السداد، علمني علامة صح، يبقى هنا أكتب مثلا خالص أو تم السداد بالكامل جديد. وبعد كده مثلا هسدد عبد العاطي برضو المتبقي عليه 500، يبقى كده سدده على فاتورتين، وهكتب هنا ايه خالص برضو وجديد. لو انا اخترت عميل وليكن حسن علي، بيقول لي لا يوجد ديون مستحقة على هذا العميل. لو اخترت عبد العاطي، لا يوجد ديون مستحقة على هذا العميل. العودة سابقا، اذهب الى التقارير لعرض الديون اجمالي المديونين بهذا الشكل. حسن علي كان الفاتورة بتاعته 1000، ما دفعش ولا شيء وكان عليه دين 1000. طيب حسن دفع دفعة مسددة بقيمة 1000 والباقي من إجمالي الدين صفر، يبقى إذا الدين انتهى طالما ظهرت المربع الرمادي ووضع تحتها خط، يبقى الدين بتاعه ده انتهى. طبعا هنا بيظهر لك كافة الديون اللي عليه وإيه اللي تسدد منها. هنا عبد العاطي لاحظ معايا دفع 500 ومتبقي 500 من إجمالي الدين، وبعد كده سدد 500 فمتبقي صفر، فهنا العملية محاسبية أكثر من كونها حسابية. يبقى دفع 500 متبقي 500، دفع 500 أصبح متبقي عليه صفر. طيب ده بالنسبة لإجمالي من كشف حساب مدينين، ده بيظهر لك بغض النظر عن المسدد، ملوش دعوة هو سدد كام ومسددش كام، هو ليه دعوة إنه بيظهر لك المديونيات بالكامل، ملوش دعوة اللي تسدد أو ما تسددش. يبقى دي بتفيدك لو انت مثلا عارف ان العملاء دول ما سددوش، فبيظهر لك ان حسن علي عليه 1000، عبد العاطي عليه 1000، هنا بيظهر لك كشف تفاصيل المدينين بالكامل. بحث كشف حساب مدين، لو انت عايز تكتب مثلا فلان هيظهر لك بهذا الشكل. جميل، اعود للشاشة السابقة. تبقى معي نسخة احتياطية، لو انا عايز اعمل نسخة احتياطية للبرنامج اضغط يس، ثم اختار مثلا سطح المكتب واحدد اوكي ليتم اخذ نسخة احتياطية من البرنامج. حذف الفواتير، لو انا عايز احذف كافة الفواتير اضغط يس، كده تم حذف الفواتير بالكامل اهو. لو انا روحت على التقارير وليكن مثلا فواتير يومية، مفيش فواتير يومية، يبقى اذا كافة الفواتير ايه انتهت. طيب لوحة التحكم، في عندي ثلاث خيارات: تعديل اسم المستخدم، وإضافة اسم مستخدم جديد، وتعديل كلمة السر. إضافة مستخدم جديد لابد من الدخول بتصريح محتوى، بكتب هنا التصريح بتاعي ثم أضغط أوكي بهذا الشكل، فيقول لي كلمة مرور صحيحة، ثم أضيف المستخدم الجديد وليكن مثلا أحمد، كلمة المرور رقم 1، اسم المركز أو اسم الوكالة مثلا أي اسم، مثلا اي سوفت. هنا بيكون اللوجو الخاص بالشركة، وهنا الصلاحيات اللي أنا بمنحها لأحمد. مثلا أحمد بيدخل على العملاء والإيرادات والمصروفات فقط، ما ينفعش يدخل على استعلامات ولا تقارير ولا أي شيء من دول. أضغط حفظ وعودة، هل تريد حفظ السجل؟ يس، تم حفظ السجل بنجاح. عودة لأدخل بالمستخدم الخاص بي اللي هو أحمد، رقم 1، دخول، تم الدخول. أحمد يحق له الدخول على بيانات العميل، يحق له الدخول على الديون، لا يحق له الدخول على الديون، يحق له تسجيل إيراد، يحق له تسجيل مصروف، لا يحق له رؤية التقارير، ولا يحق له رؤية الاستعلامات، ولا نسخة احتياطية، ولا حذف الفواتير، ولا الدخول على لوحة التحكم. كده احنا شفنا أغلب خصائص البرنامج. طبعا يوجد خصائص أخرى زي
كيفية الدخول في حالة الطوارئ للبرنامج، وكيفية منع اختراق البرنامج، وكيفية إضافة مستخدمين، وماذا يحدث لو نحن نسينا كلمات السر، كيف يمكن الدخول على البرنامج. وبكده يكون الشرح انتهى، وأتمنى منكم عمل إعجاب على الفيديو وتعليق لو أردت استفسار أو أي شيء. هتلاحظ وجود رقم التليفون والإيميل وصفحة الفيسبوك تحت الفيديو لو حبيت تتواصل معايا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.